ايوه عايشين في امان. والله ما شاء الله شفت عينك، يعني الاسواق مكتظه بالناس بسبب تخفيف التصعيد في الاونه الاخيره خلال الشهرين الماضيين. الحمد لله احسسنا بانه هذا العيد عيد عن حق وحقيقه، لانه في السنوات السابقه لم نكن نشعر ببهجه وفرحه العيد رغم كل الاحزان والاتراح التي يعاني منها الشعب. الحمد لله لقد من الله علينا بالفرحه في هذا العيد، ونقول لجميع الدول التي ساهمت في تخفيف التصعيد، سوريا تشكر لكم هذا الدعم المادي والمعنوي الذي ساعد الشعب على العيش في حياة سليمة وكريمة، وكل عام وأنتم بألف خير. أسواق أسعارها شوي غالي، إقبال الناس شديد بسبب الهدنة المطبقة، يعني الحركة حاليا أكثر من هذيك السنة. يعني هذيك السنة بسبب القصف والدمار ما كان حركة ضايفة للناس، حاليا الإقبال شديد من الناس. بالنسبة للأسعار في تفاوت بالأسعار؟ بعض المواد غالية هاي الأيام، راحة كراميلا موالي معجنات وهيك، يعني تقريبا من اول الثورة انتست العادات، بس مع ذلك نحن مستمرين وقررنا نعيش حياتنا بشكل طبيعي والحمد لله رب العالمين. والله بالنسبة لأكلات العيد الحلبية ما بتختلف كثير عن الدب، كلهم بيشتغلوا راس بعجة، بيشتغلوا معمود، بيشتغلوا كرابيج، بس في بعض انواع الكعك مثلا هون عندهم كعك حد، هذا بحلب ما يعني ما بنشتغله نهائيا نحن، كعك عيد معروف له تبله او كعك بحليب او كعك بجبنه، هون ما في عندهم هدول الامور، هنيك كنا نشتغلهم. الاجواء هي هي هون حاليا، يعني المعمول والكرابيج كنا نشتغل بفستق الحلبي او الجوز ما حدا عم يشتغله لاني بسبب الغلاء الموجود، يعني عم يشتغلوا قراص بعجو كعك برازي هالاصناف يعني، ولكن الناس تقريبا اغلب يعني على الاغلب استغنت عن السمن الحيواني واستغنت عن الفستق الحلبي واستغنت عن الجوز لانه شيء مرتفع ما عنده امكانيات، وهون تقريبا الناس اغلبها يعني بدون عمل عايشين على المعونات، والقليل جدا من الشعب اللي عم بيشتغل حقيقه. كيف هناك الاجواء نسبه للامان والتسوق والاقبال الناس على شراء الغرائم والدويات؟ باواخر ثلاث ايام ممكن، بس يعني هلا الامور عاديه جدا، ما في اقبال زياده على الشراء، ولكن في الماضي كان يعني اكثر الشغل يعني واحسن. حالي انا بالنسبه لي يعني انا من حلب طبعا، لكن هون ملاقي الشغل اضعف، يعني هون في الادلب اضعف الشغل، كان في حلب افضل عندي يعني. العيد ما هو عيد طعام، لا هو عيد لبات، لا هو عيد شراب. العيد تكون الامه بخير، العيد عيد ديني بعد رمضان المبارك، عيد الفطر الناس بتجابر فيها بعضها، بتدور بعضها، الارحام بتتقارب، لكن هذا العيد يعني الشعب مو مجروح، الشعب مذبوح، اللي عنده ناطحين، اللي عنده مهجرين، اللي عنده معتقلين، اللي عنده شهداء، اللي عنده مخطوفين، يعني اي عيد هذا. كنا في الاعياد الماضي يعني من 10 سنوات او اكثر كنا نجهز اغراض العيد ولباسه والموالح والفواكه والحلويات واللبات وكل ما متطلبات العيد قبل فتره، من كثر الرغبه والفرح واللهفه والازدحام. هلا العيد كانه وهج وخبا، كانه يعني شيء واصبح عادي واقل من عادي، لانه الناس مثل ما قلت حزينه ومجروحه.
طبعا لا الاسواق بتختلف، الوضع افضل يعني افضل من السنه الماضيه بكثير، موضوع الامان، موضوع تنوع الاسواق، موضوع البضائع متوفره، الاسواق بشكل عام اغلبها موجوده، يعني اي سلعه انا ممكن احتاجها موجوده. ممكن الخلاف صار انه شوي صار في تضخم الاسعار صراحه، يعني اليوم غير الموظف غير اللي عنده مدخول بصراحه يعني صعب يشتري، يعني الامور شوي صعبه بالنسبه للمواطن، بس كتنوع كامان لا الامور جيده الحمد لله، افضل بكثير كثير، افضل بكثير، في اريحيه كبيره بتسوى. من ناحيه الامان من ناحيه الطيران ما غير موجود، ما صار له فتره منيحه، يعني انا جاي من الريف على مدينه ادلب نتسوق وناخذ للكبار للصغار، الحمد لله الاسواق جيده والامور ممتازه يعني. الحمد لله الأجواء يعني كتير كويسة هون عنا، أحسن من قبل يعني بسبب عدم القصف والطيران موجود، وبالأحوال العادية يعني بالريف ما في أسواق مثل المدينة، يعني دائما ابن الريف بيعتمدوا تفرق مثل ما شايف أنت، في عدد كبير الحمد لله من الأهالي أكثريتها النسبة الأكبر من الريف، ومن ناحية الأسعار يعني الأسعار بتعرف تتفاوت من عائلة لعائلة حسب المدخول للعائلة اللي عم تتراوح، أو الشاب إذا عم بيشتغل ولا ما عم بيشتغل. في عالم مثلا مدخوله قليل بتلاقي الاسعار غاليه، مدخوله يعني على قده بلاقيها يعني ها وسطي، في عالم ما بتحسن تشتري ابدا ابدا، على هيك مثله يعني. من ناحيه الاجواء يعني كاجواء شو بيختلف العيد اليوم عيد الفطر عن السنوات السابقه في الثوره؟ هلا بيختلف كثير، هلا صار في تجمع بالسكان اكثر، العالم كلها يعني صارت تجي، هلا هون عندنا بالعادي اولاد المدينه اكيد لهم قرابين بالريف، فبيروحوا كلياتهم لوين؟ على الريف، الريف بيكون هو بيت الجد. يعني كلياتهم عم يجتمعوا هناك بسبب عدم القصف، قبل كان كل واحد بيضل مثلا ببيته بيكون بعيد عن اهله مثلا مسافه كبيره، واحد بالمدينه، واحد بغير ضيعه، واحد بغير بيئه، ما كان يقدر يجتمع، بس هلا بسبب عدم وجود القصف، يعني العالم كلياتها الحمد لله عم تجتمع والعدد اكبر، ومثل ما انا شايف الاسواق كلياتها فاتحه، يعني عم تضل فاتحه للساعه 12 وحده بالليل الحمد لله، يعني امبارح انا عدينا كمان بمنطقه يعني الساعه 12 بالليل ما قدرنا نفوت، فاضطرينا انه نرجع البيت، هذا الحكي الساعه 12 بالليل، هذا بدل انه الحمد لله في امان اكثر، العالم ارتاحت اكثر. اي أيوة والله يديم الامان على البلد ان شاء الله. الحمد لله، والله اول شيء كل عام وانتم بخير جميعا، الحمد لله يعني الاجواء صارت كلها ممتازه بظل هذه الهدنه، الحمد لله قبل العيد الماضي كان ما في حركه، الحمد لله صار حركه وفي الحمد لله صار في شغل وفي اعمال، والشعب كلياته يعني متقبل الوضع وعم بيطلع بيقوم بيشتغل بيشتري بيتحرك، يعني قبل هالفتره قبل ظل الهدنه كان الشعب كلياته جامد ما عم بيحسن بيطلع بيتحرك. بالنسبه للاسعار في تفاوت شبه اسعار في غلاء، المواطن اللي اقبل اليوم على شراء حوائج اطفاله يعني كيف من داخل الاسعار؟ اخي بالنسبه للاسعار هلا بشكل عام كلياته الاسعار غالي، لانه بالنسبه لوضع الدولار كلياته وضع الدولار غالي، واليوم بضاعتنا كلياتنا نحن بالريف المحرر كلياتها بتعتمد على شيء اسمه دولار، فكل شيء بضاعه يعني على الدولار كلياته ودولار غالي، فلذلك اليد العامله بالسوري والمبيع والمشترى دولار، فلذلك بدك تلاقي انه الاسعار غالي. كثير لدرجه يعني هذا اول مره بيعدي علينا هيك اقبال كثير، لانه مو صار في عندنا مهجرين وصار في عندنا ناسحين وما في طياره الحمد لله، الخلع بتنزل مأمني يعني من القرى اللي حوالي ادلب، بعد الافطار عم بينزل الساعه قبل الافطار، يعني اللي بتضل التنتين ثلاثه بالليل زحمه باسواق مليان يعني.